استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت النار عليه بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس لجنود الاحتلال عند أحد الحواجز العسكرية قرب القرية. ودفع جيش الاحتلال بقوات معززة إلى مكان الحادث، حيث قامت بتطويق المكان وبعمل بحث وتفتيش وتدقيق بهويات الفلسطينيين. في غضون ذلك اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالة اختناق. فلسطينيًا أيضًا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة خطيب المسجد الأقصى الشيخ أكرم صبري، اعتقلته من منزله في القدس من دون توضيح الأسباب. وقال الشيخ بعد اقتحام منزله إن المداهمات المتكررة لجيش الاحتلال تأتي لكل من يقف مع الأقصى ويدافع عنه، وأضاف أن تلك التصرفات لن تغير من مواقفهم تجاه المسجد المبارك ودفاعًا. نهاية يناير الماضي أبعدت السلطات الإسرائيلية الشيخ صبري عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر. هذه اقتحامات متكررة فعلا للدلالة على معارضتهم لأي مخطط هم يطمعون فيه في الأقصى. نحن مع الأقصى وسنبقى مع الأقصى وسندافع عن الأقصى. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين 48. سيد كمال الخطيب، مرحبا بك. سيد كمال، يعني لماذا تم اعتقال الشيخ عكرمة صبري؟ هذه ليست المرة الأولى، ولكن هذه المرة أيضا من دون توضيح أي أسباب. وهل هناك أي تواصل حتى هذه اللحظة أو معرفة للأسباب التي تأتي وراء اعتقاله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا اتصلت عصر اليوم بفضيلة الشيخ عكرمة صبري بعد إطلاق سراحه. طبعا هو اعتقل قبيل صلاة الجمعة، وتم استصدار أمر إبعاد له عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع. معلوم أن الشيخ عكرمة كما تفضلتم مبعد عن المسجد الأقصى مدة 4 أشهر، ولم تنتهي المدة هذه إلا قبل 10 أيام فقط. ولكن مع إعلان دائرة الأوقاف أن المسجد الأقصى سيتم فتحه رسميا يوم الأحد إن شاء الله، فهذه الخطوة الاستباقية اليوم كانت لمنع الشيخ عكرمة صبري من خطبة الجمعة الأولى التي ستكون يوم 5 حزيران. هو قال لي اليوم، قال أنا حسب تقسيمات دائرة الأوقاف الخطبة الأولى يوم 5 حزيران ستكون للشيخ عكرمة صبري. طبعا الشيخ عكرمة صبري للجميع معلوم أنه يخطب في المسجد الأقصى المبارك منذ 47 سنة، 47 عام، وهو يؤدي دور أحد الخطباء المعروفين المميزين في المسجد الأقصى المبارك. فاعتقاله اليوم واستصدار أمر إبعاد لمدة أسبوع على أن يعود إليهم يوم الأربعاء تأكيد الإبعاد كما تفضل هو وقال اليوم، واضح أنه بهدف منع الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى يوم الجمعة القادمة وإلقاء خطبة الجمعة. الشيخ عكرمة صبري له حضوره وله اعتباره وله دوره وله ثقله وله شعبيته بين أبناء شعبنا، ولذلك الاحتلال يبدو أنه جزء من محاولاته لخلق واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك، ليس فقط عبر حصار المسجد وعبر تغيير بعض المعالم حول المسجد الأقصى، إنما عبر تحييد الشخصيات الفاعلة من القيادات الإسلامية في القدس الشريف. طيب سيدة كمال، يعني ما هو موقف السلطة الوطنية الفلسطينية من ذلك، وخاصة في ضوء التصريحات الأخيرة للسيد محمود عباس أبو مازن؟ يعني مع الأسف لا أتردد بالقول أن من كان صدق هذه التصريحات فهو واهم ومغرور. هذه تصريحات محاولة امتصاص غضب الشارع الفلسطيني في ظل
سياسات إسرائيل فيما يخص قضية الضم التي ستبدأ في مطلع شهر تموز بمباركة أمريكية لمساحات من الضفة الغربية التي تقوم عليها بعض المستوطنات. وكان يريد فقط امتصاص غضبة الشعب الفلسطيني بإعلان وقف التنسيق الأمني وتعليق اتفاقية أوسلو. لكن هناك قيادات أمنية إسرائيلية وفلسطينية تحدثت عن لقاءات ما تزال تجمع بين هذه الأطراف، وأنهم لن يسمحوا كما قالوا، طبعا هم لن يسمحوا بحالة انفلات في الضفة الغربية، المقصود لن يسمحوا بحالة غضب حتى إذا قامت إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية. لذلك لا القدس ولا المسجد الأقصى المبارك هو في حسابات الرئيس أبو مازن مع الأسف الشديد، ولا حتى قضية الضم التي ستبدأ بمبادرة في ظل حكومة غانتس نتنياهو الجديدة ومباركة أمريكية. فشعبنا الفلسطيني حقيقة الآن يعيش يعني بين المطرقة والسندان كما يقال، بين الاحتلال، والدليل عليه اليوم ما حصل من قتل الشاب بقرية النبي صالح، وبين سلطة فلسطينية ليس فقط أنها لا تحميه، إنما هي تؤدي دور الشرطي في خدمة المؤسسة الإسرائيلية على أبناء شعبها. هذا واقع غير مسبوق، وفي قناعتي أن هذا في النهاية سيقود إلى حالة غضب غير مسبوقة، ليس على الاحتلال وإنما على سلطة التنسيق الأمني الموجودة في رام الله. طيب سؤال الأخير سيد كمال، يعني الشيخ عكرمة ليست هذه المرة الأولى لاعتقاله أو لإيقافه أو لإبعاد الرجل كما قلت منذ 47 عام، وهو يعني إمام وخطيب للمسجد الأقصى، والجميع يتأثر بما يقوله. ما الذي تريده قوات الاحتلال أو سلطات الاحتلال الإسرائيلي وهي تفعل فعلا يعني لم يسبق أن أتى بنتيجة حتى هذه اللحظة؟ المؤسسة الإسرائيلية بالمناسبة يعني هي ليست فقط الآن تبعد الشيخ عكرمة صبري، هي أبعدته مرارا، وهناك عشرات من القياديين المبعدين عن المسجد الأقصى المبارك إن كانوا من أهلنا في القدس أو من كانوا من أهلنا في الداخل الفلسطيني. هي تلوح دائما بسيف الإبعاد لمنع وجود وتواجد فلسطيني في داخل المسجد الأقصى المبارك. لكن المؤسسة الإسرائيلية على ما يبدو لا تتعلم الدرس من أن شعبنا لا يمكن بحال من الأحوال أن يدير الظهر ولا أن يتخلى عن المسجد الأقصى المبارك. رأينا هذا صباح اليوم في الجموع التي احتشدت للصلاة ولو في الساحات الخارجية، رأينا هذا في صلوات الفجر العظيم التي امتدت مدة أشهر لم تتوقف إلا مع جائحة الكورونا، رأينا هذا في 16 من تموز من العام 2017 مدة 11 يوما وشعبنا مرابط على بوابات المسجد الأقصى لإفشال مشروع نصب البوابات الإلكترونية. شعبنا لن يتخلى عن المسجد الأقصى المبارك. هذا حلم، هذا وهم، هذا سراب، هذه أضغاث أحلام أن تظن المؤسسة الإسرائيلية بأنها ستنفرد في المسجد الأقصى المبارك لتحقق فيه قناعاتها ونبوءاتها التوراتية البائسة والخائبة. هذا اسمه المسجد الأقصى المبارك الذي شعبنا يتقرب إلى الله ويتعبد إلى الله عز وجل بافتدائه والتضحية من أجله والدفاع عنه مهما كلف الثمن. لذلك المؤسسة الإسرائيلية عليها أن تدرك أن فعلا المسجد الأقصى المبارك على صلابة صخرته تحطم تاريخيا 18 احتلالا. الاحتلال الإسرائيلي هو الاحتلال 19 الذي يجثم على صدر القدس. حتما ويقينا هذا الاحتلال 19 سيكون للأخير إن شاء الله، وسيرحل كما رحل غيره من الاحتلالات مرت على القدس وعلى المسجد الأقصى المبارك. نعم الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين 48، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، كنت معنا عبر سكايب، لك جزيل الشكر. مشاهدينا إلى هذا ينتهي هذا الجزء من المسائية، وأنتقل إلى زميلي مصطفى عاشور من منزله لاستكمال الجزء الثاني من المسائية معكم، فإليك مصطفى.